قل كيف نعترف بذنوبنا بين يدي الدعاء؟ نستغفر الله وندعوه، فإن الشخص أحيانا يستحي وهو مذنب أن يسأل ربه شيئا فوق الاستغفار أو المغفرة، ولكن الأنبياء لم يكونوا كذلك. فسليمان عليه السلام استغفر ربه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ونحن نقول في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيسن لنا بين يدي الدعاء أن نستغفر الله من سالف ذنوبنا، قل يا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارزقني وعافني ولا مانع من ذلك. قال ذو النون يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك، نزه ربه ووحده إني كنت من الظالمين.